خلال هذا الدرس سنتعرف على السرعة المتوسطة، لكن قبل ذلك تابعوا معي. لاحظوا جيدا هذه العلامات، علامات التشوير التي غالبا ما نراها في الطرقات. دائرة حمراء 40، دائرة حمراء 60، دائرة حمراء 80. سبق لكم أن تعرفتم في دروس اللغة الفرنسية واللغة العربية على هذه العلامات، وهي تحدد السرعة القصوى التي يمكن للسائق أن يمشي بها. فما معنى 40 بالنسبة للسائق؟ وما معنى 60؟ وما معنى 80؟ إذا تساءلنا أو إذا سألنا آباءنا سيخبروننا أننا يجب أن لا نتعدى 40 كيلومترا في الساعة، أي أنني عندما أمشي أو أسوق السيارة أو الدراجة أو أي نوع من وسائل النقل يجب أن لا أتعدى 40 كيلومتر خلال ساعة. بالنسبة لهذه العلامة يجب أن لا أتعدى 60 كيلومترا في الساعة، ونفس الشيء يجب أن لا أتعدى 80 كيلومترا في الساعة. لكن كيف أحسب هذه السرعة؟ وبماذا تسمى 40 كيلومترا في الساعة و 60 كيلومترا في الساعة؟ ماذا نسميها؟ إذن سنتعرف على السرعة المتوسطة، سوف نقوم بحسابها، حساب المدة أو المسافة عندما نقوم بحركة منتظمة، سوف نقوم بتمثيل حركة منتظمة مبيانيا، ونستعمل المبيان لتحديد المسافة أو السرعة المتوسطة أو المدة. لذلك سننطلق من هذه الوضعية. يقطع دراج مسافة 10 كيلومترات في مدة نصف ساعة كما هو ممثل في الجدول التالي. إذن هذا الجدول يتضمن سطرين، السطر الأول بالمدة الزمنية بالساعة ونرمز لها بالحرف T، ثم السطر الثاني يمثل المسافة المقطوعة بالكيلومتر ونرمز لها بالحرف D. في هذا الجدول هناك بعض الأعداد لكن ليست جميع الأعداد، باستثناء العمود الأول، أي أن عندما نعبر عن المدة الزمنية التي هي نصف، أي نصف ساعة، تناسبها 10 كيلومترات، أي أن هذا الدراج يقطع مسافة 10 كيلومترات خلال نصف ساعة. إذن السؤال الأول أحسب معاملة تناسب الجدول. السؤال الثاني ما هي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة؟ ما هي المدة الزمنية اللازمة لقطع مسافة 40 كيلومترا؟ انطلاقا من التمثيل المبياني للجدول أعلاه، استخرج المسافة المقطوعة من طرف الدراج خلال مدة ساعتين ونصف. إذن أعود إلى السؤال الأول، أحسب معاملة تناسب الجدول. بالنسبة لمعامل التناسب أستطيع أن أحسبه من خلال العمود الأول لأنه هو الذي يتضمن العددين معا، بالنسبة لباقي الخانات ليست فارغة مملوءة كلها. إذن سوف أقوم بحساب معامل التناسب من خلال هذا العمود. كيف أحسبها؟ أقول 10 مقسومة على 1 على 2. 10 مقسومة على 1 على 2، ما معنى 10 مقسومة على 1 على 2؟ أي أنني أقسم عددا صحيحا طبيعيا على عدد كسري، والقسمة على عدد كسري يعني الضرب في مقلوبه. إذن 10 ماذا تمثل 10؟ 10 تمثل المسافة. لاحظوا جيدا المسافة. 1 على 2 ماذا تمثل؟ تمثل المدة. إذن لاحظوا جيدا 1 على 2 هي المدة الزمنية بالساعة، هي نصف ساعة. إذن قلت 10 مقسومة على 2،
على 2 تساوي 10 مضروبة في 2 على 1 أو في 2 تساوي 20. 20 هو معامل التناسب، إذن أضرب في 20 من السطر الأول إلى السطر الثاني، ثم أقسم على 20 من السطر الثاني إلى السطر الأول. 20 تسمى معامل التناسب، وأيضا هي السرعة المتوسطة. تسمى 20 السرعة المتوسطة. ماذا أستنتج؟ أستنتج أن السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة. إذن الدراج يقطع مسافة 20 كيلومترا في ساعة واحدة. القاعدة الأولى التي نستنتجها هي أن السرعة المتوسطة تساوي المسافة المقطوعة مقسومة على المدة الزمنية. السرعة المتوسطة نرمز لها ب V، المسافة ب D، والمدة الزمنية ب T. إذن V تساوي D مقسومة على T، ووحدة قياسها الكيلومتر في الساعة، لأن D المسافة نحسبها بالكيلومتر، والT المدة الزمنية نحسبها بالساعة. السؤال الثاني، ما هي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة؟ للإجابة نعود إلى الجدول. إذن معامل التناسب معروف الآن، أضرب في 20. إذن المدة الزمنية ساعة واحدة، ما هي المسافة المقطوعة؟ ماذا أفعل؟ أضرب 1 في 20 لأحصل على الجواب. 1 مضروبة في 20 تساوي 20. إذن ماذا تمثل 1؟ 1 تمثل المدة الزمنية بالساعة، و 20 تمثل معامل التناسب أو V السرعة المتوسطة. ثم الجواب هو 20 كيلومتر د المسافة المقطوعة بالكيلومتر. إذن 1 هي المدة، 20 هي السرعة المتوسطة أو معامل التناسب، و20 الثانية هي المسافة المقطوعة بالكيلومتر. القاعدة الثانية التي سنستنتجها هي المسافة المقطوعة تساوي المدة الزمنية مضروبة في السرعة المتوسطة. إذن تذكروا جيدا، المسافة تساوي المدة الزمنية أضربها في السرعة المتوسطة، أرمز لها بالD تساوي T مضروبة في V، D تساوي T في V. السؤال الثالث، ما هي المدة اللازمة لقطع مسافة 40 كيلومتر؟ ما هي المسافة اللازمة لقطع مسافة 40 كيلومتر؟ أعود أيضا إلى الجدول، والعمود الثالث موجود فيه الأرقام. إذن لدي المسافة المقطوعة بالكيلومتر هي 40، المدة الزمنية بالساعة أبحث عنها، لكن لدي معامل تناسب، أضرب في 20 في هذا الاتجاه وأقسم على 20 في الاتجاه الآخر. إذن لكي أحصل على المدة الزمنية أقسم 40، أي المسافة المقطوعة أقسمها على 20 معامل تناسب، أو أقسمها على السرعة المتوسطة. تذكروا معي، 20 هي السرعة المتوسطة. الجواب 2. إذن 40 تمثل المسافة، لاحظوا جيدا، 40 تمثل المسافة، 20 تمثل السرعة المتوسطة أو معامل التناسب. 20 هي السرعة المتوسطة،
أو معامل التناسب. ثم 4 مقسومة على 20 تساوي 2، إذن 2 هي المدة، إذن بالساعة، إذن هي ساعتان. إذن المدة التي قطع فيها الدراجي 40 كيلومترا هي ساعتان. أستخلص القاعدة الثالثة، المدة الزمنية تساوي المسافة المقطوعة مقسومة على السرعة المتوسطة. المدة الزمنية تساوي المسافة مقسومة على السرعة المتوسطة. إذن بالنسبة للمسافة كانت هي المدة في السرعة المتوسطة، الآن أقسم على السرعة المتوسطة. الآن سوف نقوم بإنشاء التمثيل المبياني للجدول الذي قمنا بملئه. إذن سنسمي النقطة A هي النقطة التي إحداثياتها هي 1/2 و10 في نظمة المعلومة. إذن A هي 1/2 10. نقطة B هي إحداثياتها هي 1/20. ثم C إحداثياتها 42. النقطة الثالثة 42. إذن في ورقة ملمترية إذا كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة يمكن الاستعانة بورقة مسطرة أو نستعمل تدريجات الورقة أو نستعمل المسطرة ونقوم بتدريجها. إذن لإنشاء رسم مبياني، أول شيء أرسم محور الأراتيب وهو يمثل الزمن بالساعة، ثم أرسم محور الأفاصيل وهو يمثل المسافة المقطوعة بالكيلومتر. أحدد نقطة الصفر. إذن نقطة الصفر هي نقطة التقاء المحورين معا. ثم أقوم بوضع سلم للتدريجات. إذن 1 سنتيمتر يساوي نصف ساعة. إذن التدريجة الثانية أو السنتيمتر الثاني يساوي ساعة، السنتيمتر الثالث يساوي ساعة ونصف، السنتيمتر الرابع يساوي ساعتين، وهكذا دواليك. بالنسبة لمحور الأفاصيل، سنتيمتر واحد يساوي 10 كيلومترات. إذن سنتيمتر واحد يناسب 10 كيلومترات. السنتيمتر الثاني سيناسب 20 كيلومترا. السنتيمتر الثالث يناسب 30 كيلومترا، وهكذا دواليك. لإنشاء النقطة A التي إحداثيتها 1/2 10، أنطلق من محور الأراتيب 1/2، أرسم عموديا يمر من النقطة 1/2، ثم أرسم عموديا آخر يمر من النقطة 10 لأنشئ النقطة A. إذا النقطة A هي نقطة التقاء هذين العمودين المستقيمين المتعامدين، الأول مع المحور الذي يمثل الزمن والثاني مع المحور الذي يمثل المسافة المقطوعة. بنفس الطريقة أنشئ النقطة B. B إحداثيتها 1، إذن أرسم عموديا على المستقيم الذي يمثل الزمن يمر من النقطة 1 و مستقيما متعامدا مع المحور الذي يمثل المسافة ويمر من 20،
لأن إحداثيات النقطة ب هي 1/20. ثم أرسم النقطة الثالثة والتي إحداثياتها 42. إذن العمود الأول يمر من النقطة 2 والعمود الثاني المستقيم العمودي الثاني يمر من النقطة 40 يلتقيان في النقطة C. أرسم الآن المنحى الذي يمر من النقط A و B و C. كما تلاحظون حصلت على مستقيم يمر من النقطة 0. إذن أقول بأن هذه السرعة المتوسطة أو عامل تناسب الأعداد المتواجدة في الجدول متناسبة. لماذا؟ لأن الرسم المبياني على شكل مستقيم ويمر من النقطة 0 0، النقطة التي إحداثيتها 0 بالنسبة لمحور الزمن و 0 بالنسبة لمحور المسافة. إذن هذا المحور الذي يمثل محور التماثل يمكنني من حساب المسافة إذا كنت أعرف الزمن، ومن معرفة الزمن إذا كنت أعرف المسافة. المثال الذي سنقوم به هو عندما يكون الزمن 2.5 ساعة، ما هي المسافة المقطوعة؟ الأمر بسيط، أقوم برسم المستقيم العمودي مع محور الزمن والذي يمر من النقطة 2.5. النقطة التي يلتقي فيها مع المنحى تمثل النقطة التي سيمر منها المستقيم الذي سيحدد لي المسافة المقطوعة. إذن ما علي إلا أن أرسم مستقيما عموديا مع محور المسافة ويمر من هذه النقطة. إذن أرسم هذا المستقيم العمودي مع المسافة والذي يمر من هذه النقطة التي حصلت عليها. إذن لاحظوا هذا المستقيم الذي يساعد مستقيم المساعد يمر من النقطة 50، وهذا يعني أن بعد 2.5 ساعة يكون الدراجي قد قطع 50 كيلومترا. إذن في نهاية هذا الدرس نستنتج أن السرعة المتوسطة V تساوي المسافة مقسومة على الزمن. المسافة هي دي، دي في في تعطيني المسافة، المدة الزمنية دي تساوي دي على في. وشكرا على انتباهكم.